جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سكوت النساء في مثل هذه الحالة شيخ صالح، هل يعتبر رضا ولا أو لا بد من مطالبتهن ولا بد من الإفصاح عما في أنفسهن؟ جزاكم الله خيرا. سكوت النساء لأنهن مغلوبات على أمرهن ويخافن من الرجال أو يستحيين من الكلام، السكوت لا يدل على رضاهن حتى يصرحن بالسماح عن حقهن. نعم.